يعني تقول لها اي حاجه تعملها لك. ما بقى انت بتنده لها تقولهاش سيري كده حاجه، تقولها هاي سيري معلش عشان احترام بتخبط. فانا كنت متوقع ان هي ترد عليا بالمثل، يعني تقولي هاي طه، مش هقول لك هاي سير، مش خدامتك حبيبتي امورني اعملها. انا هوريكم هي بترد عليا ازاي. هاي سيري بتردش على اصلا. لا ثانية ثانية. هاي سيري اها اها يا ربنا الفلح بقى. عايز ايه؟ جايبها من مؤتمر ولا انا بتخيلها بتبقى قاعده اللي هو في كوافير كده بتعمل شعرها ومسلمه ايدها للبنات بيعملوا لها باتيكي وبنده عليها انا في الوقت ده. يا ربي على الفلح واديني قبل كده نده لي عشان يسالني على الساعه. كان ممكن يعمل كده يعرفها. اها والله مره كنت واقف مع اصحابي فندور ما بيننا كده رامي ما جاش فقلت احلل الفلوس طلعت التليفون كده قلت لها هي سيري كور رامي خطفتها لها عشان ما تقوليش اها وتحرجني قدام الناس. قلت لها هي سيري كور رامي على طول طلعت لي بصيت لي كده من فوق لتحت قالت لي كولينج رامي رامي ولا ابو اللي شايلها لك